وعندنا مسابقه. اوكي نبي نختبر معلوماتكم شويه. اوكي اوكي بلش فيك هنادي. يلا يلا. واحد من هذه الاسماء ابن الفنان عبد الامام عبد الله. اوكي. ضويفر عبد الامام عبد الله. جراح عبد الامام عبد الله. جاسم بن ثاني. مبارك عبد الامام عبد الله. شنو هذا يعني؟ تبي انا تعرف شنو يعني؟ تبي اعرف؟ ابيها تعرف اي واحد فيهم ولدك. انزين لحظه، قلتي لي من اول واحد؟ جاسم. تعال الخيارات، الخيارات على الشاشه. جاسم. واحد من هذه الاسماء ابن الفنان جاسم. 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 جاسم بن ثاني. صح صح صح. مع ان اي واحد يسمع السؤال ما يجاوب هالجواب. شلون عرفتي؟ قاعد يقول لي جاسم. هذا سكتي، لا تقول لي خششني. يلا خذ. ما اعرف طبعا. السؤال اللي بطلال صح؟ جاسم. جاسم بن ثاني. في البداية أنا لما قريت الأجوبة استغربت ليش جاسم بن ثاني بطلال. لا هو طبعا أنا بديت يعني في المرحلة الفنية بدايتي طبعا عبد الإمام عبد الله. أنا عبد الإمام عبد الله عيسى بن ثاني. صحيح. فبديت عبد الإمام عبد الله. لما هو دخل المعهد العالي للفنون الموسيقية وتخرج وبدأ يغني ونعرف، فقال لي يبا بدل ما اسمي عبد الامام بن جاسم بن ثاني، عبد جاسم عبد الامام، بسمي عبد الامام بن ثاني اسم العائله جاسم يعني. اي جاسم بن ثاني. جاسم بن ثاني. قلت اوكي. فخلص طبعا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن بدع لما غنى حق صوت الجريح. اي الله. يعني تبارك الرحمن اروع من اروع الاصوات اللي غنت حق عبد الكريم عبد القادر. كنا عندنا مقطع. عندنا مقطع نسمع له. نسمع بس خلنا اقول شغله حتى بعد ما غناها الأستاذ الملحن أنور عبد الله اتصل فيه وشاد فيه. عجيب. أي والله العظيم.